نحكي هون عن شيء اللي هو تخصيص خسائر الشركات المسؤولية المحدودة. كيف بيتم تخصيص خسائر هذا النوع من الشركات؟ عم بيقول تخصص خسائر شركات المسؤولية المحدودة بتطبيق الأسس السابقة ذكرها، فيمكن ترحيلها إلى الدورة المالية التالية أو تحميلها للاحتياطيات، كما يمكن تحميله على رأس المال بشرط أن لا يقل بنتيجة ذلك عن حده الأدنى القانوني. طيب عال. وفي حال خسارة 3/4 رأس المال على الشركاء أن يقرروا في مهلة ال4 أشهر التالية للتصديق للحسابات التي أظهرت تلك الخسارة، ما إذا كان يتعين حل الشركة، فإذا لم يقرروا حلها بالأكثرية المعينة لتعديل النظام عليهم إنقاص رأس المال بمقدار الخسارة. بس طبعا بين يعني إذا خسروا 3/4 رأس المال، يا بيقولوا نحن خلاص ما عاد فينا نكفي رأس المال، رأس 3/4 رأس المال أكلته الخسائر، أو بيقرروا الاستمرار بس بشرط إنه ما فيهم ينزل برأس المال تحت ال5 مليون، لأنه هون في حد الأدنى لرأس المال 5 مليون. هلا كيف بيتم، هلا أنا اللي بيهمني بكل الموضوع كيف لأنه هذا اللي بده يصير، ترحيل خسائر السنة إلى السنة التي تليها. هونيك شفنا كيف بيترحل أرباح، وكل نوع من الجدول بيبقى شيء متوزع بيترحل، بس هون هذه خسارة، يعني كيف تترحل الخسارة؟ خلينا نشوف. مثال 4، أسفرت نتيجة الدورة المالية من ناقص واحد عن خسارة مقدارها 8 مليون في شركة النواعير شين ميم ميم، يعني شركة محدودة سورية وفقا للتسمية اللبنانية، التي يبلغ رأس مالها 80 مليون مقسم إلى حصص كما يلي: 4000 حصة لأسامة، 3000 حصة لإبراهيم، و1000 حصة لوائل. وقد تم ترحيل الخسارة إلى الدورة، مش للدورة هون، إلى لل يعني للدورة يعني إلى بدها تنعمل ألف، إلى الدورة المالية نون، لأنه نحن هون بنون ناقص واحد. يعني ساعتها إذا ترحيل الدورة المالية نون يعني بالوقت الحاضر ما بيلزمني أسماء للشباب، يمكن تلزمني بعد شوي بس هلا ما بتلزمني. أنا بدي رحلهم، بس بدي أعمل من حساب نتائج سابقة مدورة مدينة إلى حساب نتيجة الدورة خسائر بمبلغ الخسائر، بفتح حساب اسمه نتائج سابقة مدورة مدينة لرحل هذه الخسائر إلى السنة القادمة بإقفال حساب نتيجة الدورة خسائر بجعله دائنا، لأنه هو كان مدين ووضع رصيده بحساب اسمه نتائج سابقة مدورة مدينة لحد، وإذا بدي أحط حد تاريخها هي نون ناقص واحد، لحتى ترحل هذه الخسائر لسنة الجاي. عم بيقول ويتم تنزيل هذه الخسارة من أرباح سنة نون إذا كانت كافية لتغطيتها. طيب إذا هيك صار بده يكفي لي اللعبة، بدي أشوف أنا ال 8 مليون سنة الجاي شو راح يصير فيهم. تعال نشوف شو راح يصير فيهم. عم بيقول مثال 5، بالمتابعة على مثالنا السابق وإضافة أن شركة النواعير حققت في الدورة المالية نون أرباح مقدارها 12 مليون بعد الضريبة، ففي هذه الحالة تنزل الخسائر المرحلة ثم يحسب الاحتياطي القانوني على الرصيد ويوزع الربح الباقي بالنسب المتفق عليها، وفي مثالنا بنسب رأس المال، وذلك كما يلي: جدول توزيع الربح. قبل ما ينعمل أي شيء وقبل أن يحسب الاحتياطي القانوني وليس بعده، هنيك بالتوزيع الربح حسب الاحتياطي القانوني بعدين انحطت الأرباح المدورة. بالخسائر لما يكون في خسائر تطرح الخسائر، والمبلغ اللي طلع بعدين هو اللي يحسب عليه الاحتياطي القانوني، هذا منصوص عليه بالقانون وفقا لتعديل 2019. وطبعا هو كنا نحن نعمل هيك قبل ما يكون منصوص عليه بالقانون، لأنه هذا منصوص عليه بالقانون الفرنسي، بس هلا صار منصوص عليه بالقانون اللبناني من 2019 وجاي. إذا بينشالوا هدول من الخسائر من الأرباح السنة، والباقي هو اللي يحسب عليه الاحتياطي القانوني 10%، وهالباقي هيدا بيتوزع بالتناسب مع المقدمات اللي هن: مين قال انه 4 8 3 على 8 1 على 8؟ خلينا نشوف مين قال. عم بيقول 4000 حصة، 3000 حصة، 1000 حصة، يعني مجموع 8000 حصة، ف 4 على 8 3 على 8 1 على 8. نعم، لأسامة وإبراهيم ووائل
تلاتة مليون وستمية ضرب أربعة بثمانية تلاتة بثمانية، وهذا اللي بيه القيد. لاحظ إنه ما في شيء بالمدين إلا نتيجة الدورة، لأنه اللي جاي من سنة الماضية منه حساب دائن لحتى ينقال من اللي جاي من سنة الماضية حساب مدين، فبده يقعد بالجانب الدائن للقيد ليقفل. هذا قاعد هون ليقفل لأنه نتائج السابقة مدورة مدينة، فمن حساب نتيجة الدورة أرباح إلى حساب احتياطي قانوني ليتغذى، إلى حساب نتائج سابقة مدورة مدينة حتى يتقفل، وإلى جاري إلى جاري إلى جاري. طبعا هون ما في منهم شقين، إني شق واحد يعني، مش منهم رأس فائدة رأس المال وتوزيع إضافي، إني موجودين بمحل واحد بهيدي الشركة بالذات، مش لأنه هيدي الشركة مختلفة عن إخواتها، إنه هي بتوزع الأرباح كشق واحد، ما بتجزعهم شقين، فتوزعوا كشق واحد، جبناهم من هون كمان مني وحطيناهم بالقيد. هي لعبة الخسائر بشركات المحدودة المسؤولية، شركات المسؤولية المحدودة، لما يتقرر الخسائر تترحل للسنة الجاي، وهيك بصير بالسنة اللي بعدها تتشال الخسائر، وبعدين بيتحسب الاحتياطي القانوني على الرصيد وبالقيد إلى حساب الاحتياطي، وإلى حساب النتائج السابقة المدورة المدينة، وإلى الحسابات الجارية للشركاء كل شريك من السوق.